متوهم البعض، يتوهم البعض أنه استطاع أن يحقق هزيمة، الهزيمة الحقيقية عندما لا تدرك معنى أن تديم علاقاتك بالإقليم وبالمجتمع الدولي، وتستفيد من هذه العلاقات الثنائية بما يخدم المصلحة الوطنية على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى الصحي والتربوي وسواها. هذه النظرة الأيديولوجية الضيقة يعني باتت الآن قديمة وعفى عليها الزمن، لأنها كان ممكن أن تصلح قبل 40 50 سنة عندما كانت هنالك حركات تحرر تسعى للتحرر من الاستعمار بشتى أنواعه، وتناصب الدول المستعمرة العداء باعتبارها سالبة يعني للحقوق وللثروات وسواها أيضا، وسالبة للقرار السياسي. ما يحدث الآن في العراق أن هنالك قوى ذات مراكز نفوذ، بالطبع ذات مراكز نفوذ سياسي، لأنها متمثلة في البرلمان ومتمثلة في الوظائف التنفيذية. هذه القوى تعتقد بأنها يمكن أن تملي إرادتها واشتراطها على المؤسسة الرسمية التي تمثل الدولة العراقية، وهنا تكمن المشكلة. لذلك نرى أن كثير من هذه القوى تستخدم أجنحتها العسكرية لضرب مصالح معينة، لتحقيق أجندات، لترجمة أجندات خارجية على الأرض العراقية، وجعل الأرض العراقية ساحة لتصفية حسابات.